وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت سعادة السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين. بداية سعادة السفير نبارك لكم باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة. كلمة لو تود أن توجهها سعادة السفير بهذه المناسبة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير ومسي على مشاهدينكم. بداية كل عام إن شاء الله الكويت والبحرين بألف خير. آمين. الله يطول عمرك. وانتهز هذه الفرصة حقيقة بمناسبة العيد الوطني وذكرى يوم التحرير. أرفع لي مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيدي سمو العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم، وإلى الشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين على أرض الكويت الطاهرة. لا شك أن احتفالاتنا الوطنية ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، لأنها يوم تجديد الولاء والانتماء والمحبة لأرض الكويت ولقيادتها وشعبها المخلص. كذلك هو يوم وفاء للآباء والأجداد وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ومالهم وصحتهم ووقتهم لجعل الكويت ما هي عليه الآن، دولة دستور وديمقراطية وقانون وحريات وعطاء وخير. ونستذكر حقيقة هذه الأيام الموقف الحاسم وشجاع للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله تراه، وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله، ولشعب البحرين على دعمهم للحق الكويتي أبان. إذن عذرا لقد فقدنا الاتصال بسعادة السفير. كان معنا من الكويت سعادة السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين. شكرا جزيلا لك.